بالنسبه للمشاركه ديالي في هذا المهرجان، كنت تلقيت الدعوه من الفنان عبد العزيز الساسي، وهذا المهرجان اللي هو في الدوره الاولى ديالو، واللي هو كيعطي واحد الصفه زوينه وواحد الطفره للاغنيه الشعبيه والمغربيه بصفه عامه، وحتى الفكره ديال انها تندار مدرسه للمواهب، يعني ربما هذه فكره زوينه اللي كنتمنى انها تكون مستمره وتعمم على الجميع، ربما حيت كاين بزاف المواهب اللي ما كتعطاهمش الفرصه، يعني انت كتعرف حنا في المغرب ماشي ما كتعطاش الفرصه للجميع، ونتمنى تكون هذه المبادره ويكون مبادرات اخرى بحالها ان شاء الله. ممكن مستقبلا نلقاو التربو الماني حتى هو يدير المدرسه ديالو؟ وعلاش لا، ماشي بعيد ربما ان شاء الله مع الوقت. كتعتقد ان تقدر تكون مدرسه بولمانيه من الامام في المستقبل؟ وعلاش؟ هو شوف، يعني انا ما كنامنش بشي حاجه سميتها مستحيل، يعني اي حاجه في الدنيا ممكنه، هذا هو اللي كاين. ممكن يعني ان تكون واحد المدرسه، ان واحد الناس ربما كيعجبهم داك السيل اللي ربما كان داير انا ربما وكيعجبهم بزاف، علاش لا؟ البولماني بعد الشهره؟ هما البولماني بعد الشهره بحال الشهره بحال كيما بلا شهره، يعني مازال هو ما تبدل والو. جديد كاين واحد الاغنيه وطنيه وواحد الاغنيه على المنطقه الجهه ديالنا جهه الدرعه تافينات، وعندي واحد الاغنيه عاطفيه. مؤخرا ولينا كنلاحظوا بان واحد الظاهره مؤخرا ولات كتبان، وهي ظاهره الكلاشات ما بين الفنانين. انت كفنان شنو رايك في الظاهره هذه؟ وبالنسبه لهذيك الظاهره انا كيبان لي الناس ما عندها شغل وصافي، النيفو طايح وصافي، هذا هو اللي كاين. شنو نصيحتك اللي تقدر توجه للفنانين؟ هو الا بغى شي واحد يبين شي حاجه، ولا بغى واحد يدير البوز، ما خصوش يديروا على ظهر فنان اخر ولا يتعاير مع واحد اخر باش يبان، يعني هذيك كتولي عا فضيحه وما عا كيتعايروا. انت لو بغيت تولي شي حاجه بين بشي عمل ديالك، فهمتي؟ هذا هو اللي كاين، ما كلاش انت تعاير مع واحد لا تسب واحد لا يسبك واحد، وكتدخلوا في واحد شي كيدخلوا في واحد النطاق اللي هو ماشي فني ولا علاقه له بالفن. بما اننا مقبلين على عيد الاضحى، شنو هي المواصفات ديال الحولي ديال البولماني؟ وحنا في منطقتنا كتعرف حنا كنذبحوا الخروف الدمان، تقريبا الخروف وكاين الخروف والدمان، هادشي اللي كيتقال تما، يعني حنا بحالنا بحال اي اسره يعني مغربيه، حنا منطقتنا حنا ما كنكونوا كيكون عندنا كنكونوا مربيين وديجي، يعني ماشي كنمشيو نشريو، هذا هو اللي كاين. وبالنسبه للجمهور كنقول لهم انا نحبكم ونموت عليكم، وربي يحفظهم لنا وربي يوفقهم وربي يرزقهم الصحه والسلامه ويدخل عليهم عيد الاضحى باجمل المتمنيات اللي كيبغيو. وخرج من الحمام شالي في الفطام.